بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم النهارده بكلم حضراتكم عن ظاهره الرقاد زي الاخوه ما طلبوا في القمح ظاهره الرقاد في القمح يا جماعه آه المفروض ان هي بتحصل يعني ال 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 الناس دايما تقول لك بتحصل في الاخر لا هي يعني مش المفروض هي إيه بتحصل في الاخر ولكنها مرتبطه بعمليات زراعيه خلال موسم النمو بدايه ما حضرتك آه بتحرث الارض بتاعتك وبتزرع لحد ما بتنتهي في الآخر ممكن عملية الرقاد بتحصل في مرحلة النمو الخضري وممكن تحدث في مرحلة امتلاء الحبوب ومرحلة طرد السنابل الاثنين وردين الاثنين وردين ايه السبب يا شباب؟ السبب هو الآتي ان حضرتك من الاول خالص كده اول حاجة من اول اختيار الصنف والمكان اللي هيتزرع فيه الصنف بمعنى ان في اصناف طويلة معرضة للرقاد معرضة لظاهرة الرقاد وفي اصناف قصيرة بتبقى مقاومة لعملية الرقاد دي أول حاجة الصنف بمعنى إن أنا لو في الدلتا مثلا وعايز أزرع قمح فممكن أختار صنف طويل ما فيش مشكلة في ده كلته ليه؟ لأن أنا عندي في معوقات وفي مصدات رياح وفي مباني وفي كده لما تكون في شدة للرياح أعتقد إن الحاجة دي بتخفض من آآ شدة أو من سرعة الرياح وبالتالي بتقينا شر ال الرياح ديت اللي هي قد تؤدي إلى الرقاد في القمح تمام؟ ما روحش أنا بقى أخد أصناف الطويله ديت وازرعها في مكان مفتوح في في الجبال زي وادي النطرون في بيفوت مثلا لا هتبقى فيها شويه مشاكل لان الاماكن ديت معرضه كل شويه لهبوب رياح وموجات رياح سرعه عاليه كمان وكمان بتبقى الاراضي هناك مفككه وبالتالي الجذور بتبقى يعني عرضه لان هي بتبقى عرضه للرقاد لان الجذور كمان ما بتبقاش يعني مش مش متعمقه لا ولكن ما بتبقاش شديده زي الاراضي الطينيه اللي هي في الدلتا تمام؟ دي أول حاجة، تاني حاجة يا جماعة دي أول حاجة اختيار الصنف اللي أنت يناسبك إيه. آه رقم اتنين يا جماعة اللي هي عملية العمق بتاع الزراعة، العمق بتاع الزراعة. دايما بيتعرض النباتات اللي هي بتتبدر بدار سطحي إلى عملية العمق عملية الرقاد بالنسبة لل وخصوصا اللي بتتزرع بدار. دي بتتعرض للرقاد لي ليه؟ لان العمق بتاعها بيبقى خفيف وبالتالي المجموع الجذري ما بيبقاش قوي، امال المفروض ازرع على كام سم؟ المفروض بتزرع حضرتك على 3 سم، المفروض بتزرع العمق بتاعك على 3 سم، تمام؟ دي رقم اتنين العمق بتاع الزراعه، المستوى الخصوبي بتاع حضرتك للارض. ايه اللي هو المستوى الخصوبي يعني ما زودش التسميد الازوتي لان زيادة التسميد الازوتي يا جماعة هتعمل لي عملية آه تشجيع للنمو الخضري تمام هتشجع النمو الخضري وبالتالي النبات هيكون غض واقل شوية هواء حتى من غير الري وقتها هيوقعوا لي القمح برضو تمام بعد كده ان انا اهتم بالتسميد الفوسفوت الفوسفاتي والتسميد الفوسفوري الفوسفاتي والبوتاسي والبوتاسيوم الفوسفور هيعمل لي جذور كويسه ويعمل لي تفريع كويس وبالتالي هيبقى مضاد لعمليه الرقاد والبوتاسيوم برضه هيعمل لي الياف كويسه في النبات ويخلي النبات واقف وصلب مع الكالسيوم السؤال اللي هنا انا اتحدى اي حد ما بحطش لاسمد عضوي ولا بحط الكلام ده كله ولا سوبر ولا فوسفات ظنا منه ان هو الانتاجيات بتبقى ضعيفة عنده وبالتالي مش مستحق مش مش مستحق يعني ان انا احط كل الحاجات دهين وبالتالي المحصول هيبقى ضعيف عندي فمش هيغطي التكلفة عندي فيا سيدي اضعف في الايمان انك ترش ثلاث اربع خمس رشات يعني لو عندك حتة رشاشة كده في البيت ملهاش لازمة بألف ولا بألفين جنيه كل شوية يا اخي هات لك كيس آآ عشرينات او عالي بوتاسيوم وعالي فوسفور كل شويه رش مع مع كالسيوم كل شويه رش القمح بتاعك مش هتخسر حاجه بعد ما بتطلع البهايم بتاعتك كده وبتحش لهم شويه برسيم هتلاقي نفسك فاضي وبتجيب في سيره الناس لا روح رش الارض بتاعتك كل اسبوع مش هتخسر حاجه الرشاش عندك بربع لتر بنزين او نص لتر بنزين ورش الارض بتاعتك بدل ما هت هتتكلم في في سيره الناس يعني فكبر دماغك وتروح تعمل لك مصلحه تمام مش هتخسر حاجه والله انت كده كده قاعد يعني وانا عارف واضرب بحال الفلاحين في الشتاء لان انا فلاح وانا يعني اياك فاكرني افندي انا مش افندي بعد كده بعد كده حضرتك يبقى عندك حاجه هي ايه؟ عندك في حاجه محدش بيعلم الغيب ولكن اه احنا النهارده في ارصاد بتقول والله النهارده في اه ممكن التنبؤات تطلع مش مظبوطه او يحصل حاجه المهم يعني اه دايما تنبا انا عايز اروي النهارده طيب الاسبوع اللي جاي معاك ثلاث ايام طب الاسبوع اللي جاي هيبقى عامل ازاي اه فيه هوا لا مفيش ممكن تاخد القرار بتاعك بناء على الدماغ بتاعك وعلى فكره في فلاحين ناصحين جدا وحتى النواة اللي بتحصل في شهر أمشير في مصر اللي هو في فبراير يعني تقريبا بيبقى في فبراير ده بيبقوا عارفين النواة ديت وبيقدروا يحددوها يعني تمام؟ آه مشكلة لما بيحصل الرقاد يا جماعة الرقاد ده يعني النبات بينام على بعضه كده بزاوية حادة وبتزيد درجة حرارة النباتات الرائدة فوق بعضها نتيجة تراكمها فوق بعضها بيؤدي إلى التنفس الزايد التنفس بيزيد لما الحرارة النباتات نمت على بعضها درجة الحرارة ابتدت وبيحصل في دفء دفء في تنفس في النبات دوت التنفس الزايد ده هو بيؤدي إلى اسوداد الـ الـ الاوراق والنباتات السفليه وبالتالي بيحصل حرق وانت بتضم كده او بتحصد القمح بتلاقي اللون بتاعها اسود بتلاقي اللون بتاعها اسود تمام وطبعا لما النباتات بترقد بتبقى عرضه للقوارض واللي هي طبعا مش ما حد على اي حاجه دي ده لا بد منها تطلع على كيزان الذره فوق وبتاكلها يعني القوارض مش سواء القمح فوق او تحت هي كده كده هتاكل هتاكل يعني تمام فناخد بالنا من الظاهره دهيت بشويه حاجات بنجملها بان يبقى عندك توازن بين ال -N يعني النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم في توازن في التسميد بتاعهم ان الزراعه بتاعتي تكون عميقه لا تقل عن 3 سم آه او ال الامثل لها ليها 3 سم ما تزيدش عن كده ويعني لو 2 سم كويس ما فيش اي مشكل خالص تمام آه ان انا عيني على عمليه الري ما فيش اسراف في الري بتاعي وبالتالي اشجع النمو الخضري ما فيش اسراف في التسميد الازوتي واللي هو الازوت يا جماعه الفلاحين اللي هو النطرات او اليوريا او الـ الـ السلفات الـ الامونيوم تمام هي دي الازوت او النيتروجين يعني تمام يبقى ما في عمليه التسميد الازوت ده هو بعد كده بختار الصنف الكويس اللي هو في الاماكن المفتوحه بختار اصناف ايه وفي الاماكن اللي هي بتبقى جوه في الدلتا ممكن اختار اصناف ما بين القصيره والطويله يعني احدد عمليه الري يا جماعه مهمه جدا وخصوصا في الاخر وتاكد تماما ان عمليه الرقاد هتحصل لك في النمو الخضري لو خدتش بالك وممكن برده تحصل لك في عمليه الـ الـ وتحصل لك في المراحل المتاخره في حياه النبات زي مرحله امتلاء الحبوب وفي الاخر بقدم لك النصيحه اللي اتكلمت عليها قبل كده على الفيسبوك وقلت لحضرتك خد بالك من التسميد البوتاسي التسميد النحاس تسميد النحاس لان النحاس من الحاجات اللي هي ناقصه بيسبب لي مشكله تفريغ السنابل تفريغ السنابل بتبقى آه من نقص الـ 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 الكالسيوم تمام آه من نقص النحاس أصدقى. اسف من نقص النحاس آه كمان عايز تاخد أخد تاخد بالك من عمليه ان عنصر الزنك بيساعد على التفريع القاعدي وبالنسبه للجماعه الفلاحين اللي مش فاهم يعني ايه وانا فلاح عشان التفريع القاعد يا جماعة بالنسبة لإخواننا الفلاحين اللي مش عارفين القصة دي يعني إن الحباية لما بتطلع بتطلع عود قمح واحد طبعا بيتفرع لكذا عود والله يضاعف لمن يشاء شكرا لحضراتكم بتمنى إنكم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده هو شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفيديو جاي إن شاء الله ممكن نتكلم فيه ممكن نتكلم فيه عن تسميد القمح شكرا لحضراتكم